السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن فكرة عمل مفتاح مروحة السقف. ده مفتاح مروحة السقف يا جماعة من جوه، عبارة عن ترانسفورمر ومفتاح بيغير سرعات. ايه فكرة العمل؟ اما باجي على واحد بيديني سرعة بطيئة او سرعة عالية حسب نظام المروحة، او اتنين سرعة بطيئة وسرعة عالية، ايه الفكرة؟ الفكرة ان هو لو حضرتك بصيت كده واخد عدد من الملفات، يعني مثلا السرعة ديت واخد عدد معين من الملفات، السرعة التانية دي واخد مثلا وليكن سرعة عدد اعلى او اقل، تالتة اعلى او اقل، تالتة، فبياخد عدد معين من الملفات وبالتالي بيغير في الجهد، فبيغير في سرعة ايه؟ المروحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.